إنتل هي شركة معروفة جدا في عالم الحواسيب والتقنية لأنهم يخدموا عدة منتوجات أهمهم المعالجات المركزية ولا السي بي يوز واللي أكيد تكونوا سمعتوا بهم كما الآي 5 الآي 7 إلى آخره. وهذه المعالجات جد تنافسية في السوق بزاف ملاح، وكل عام يطوروا فيهم ويخرجوا جيل جديد اللي فيه أوبشنز اللي ما كانوش في الأجيال السابقة كما الجيل الثاني عشر اللي خرج ما عندوش بزاف. ولكن كاين حاجة اللي كاع نكرهوها في هذه المعالجات واللي هي أنماط التسمية تاعهم ومعاني الحروف اللي يجوا فيهم. لذا اليوم حنسي نشرح لكم معاني هذه الحروف وكيفاش تقدروا تفرقوا بيناتهم. كامينا. السلام عليكم، معكم نوضر اي كي اي نوضر سيكتوبر وذا نوضر فيديو. وموضوعنا اليوم كما شفتوا في البري انترو شوية معقد، اذا حنسي نبسطو لاقصى حد باش الفيديو ما يجيش بزاف طويلة. قبل ما نبداو نهضروا على الحروف اللي يجوا في نهاية الموديل نمبر تاع هاد المعالجات من شركة انتل، نبداو نهضروا قبل على واش من المعالجات اللي حتلقاو فيهم هاد الحروف، لانه انتل ما يخدموش يعني نوع ولا زوج تاع معالجات، يخدموا العديد من الانواع. معظم المعالجات المركزيه من شركه انتل سواء كانوا للديسكتوب ولا لللابتوب حيكونوا من فئه الكور، واللي تتمثل في الكور اي 3 كور اي 5 كور اي 7 والكور اي 9. وكاين ايضا الكور 2 ديو ولكنه معالج قديم ولا ينصح به في الجيل الحالي. واذا كنتوا حابين تتعرفوا على هذه المعالجات بتفصيل اكثر روحوا شوفوا هذا الفيديو قبل، اكيد حتفيدكم. التسمية تاع المعالج ما راهيش حتحبس هنا، يعني ماشي كور اي 3 وخلاص. ناخذ مثال بمعالج اللي معروف جدا خاصه في عالم الجيمنج واللي هو الانتل كور اي 5 9600 كي. سي بوندوك على بالنا باللي انتل هي الشركه المصنعه تاع المعالج، كور هي فئه المعالجات كما شرحنا سابقا، الاي 5 هو نوع المعالج ولا كما يقولوا له باللغه الانجليزيه البراند موديفاير، وهذا هو اللي خلينا نفرقوا بين الاي 5 والاي 7 والاي 9، يعني نوعا ما تسميه برك. ولكن العفسه اللي تهمنا حنايا هو المعنى تاع الحروف والارقام اللي يجوا بعد كاع هاد الاسامي اللي على بالنا المعنى تاعهم. نديحوا بنفس المثال ونبداو بالارقام 9600 ولا 9600. في 99% من المعالجات الرقم الاول هنايا واللي هو 9 يمثل الجيل تاع هذا المعالج. ونمط التسميه هذا ماشي مخصص غير للانتل، نلقاه حتى في معالجات الرايزن. مثلا عندنا الرايزن 5 3600 الرقم الاول هو 3، معناتها هذا المعالج من الجيل الثالث، لانه كما على بالكم كي نقولوا اي 5 لحد الان كاين 12 جيل من كل معالج. تسمى عندنا اي 5 من الجيل الاول، اي 5 من الجيل الثاني، الجيل الثالث الى اخره حتى يلحقوا لاخر جيل واللي هو الجيل الثاني عشر. وباي ذا واي سبسكرايب باش ما تفوتكمش الفيديو اللي حندير على هذه المعالجات الجديده والمذر بورد تاعهم كي توفروا لي ان شاء الله. يعني هنا الرقم الاول هو 9، وهذا يعني انه هذا المعالج واللي هو الاي 5 من الجيل التاسع. ولو كان نقولوا مثلا كان زعما اي 7 7700 كي واللي هو ايضا معالج معروف بزاف في الجيمنج، 7700K تبدا ب 7 واللي هي 7، اذا هذا المعالج من الجيل السابع. اما الارقام اللي قاعدوا فيرمزوا للاس كي يو نوميريك ديجيت واللي هي حاجه صراحه غير مهمه لكم نتوما، لذا مانيش حنضيع لكم وقتكم ونشرحها. نروحوا دوكا لاخر جزء من هالتسميه واللي هو الحرف اللي جاي من الاخر. هنا عندنا حرف الكي، راني متاكد انكم قاعد تعرفوا المعنى تاع هالحرف لاني بنقول فيها في الفيديو تاعي. يكون عندنا انتل سي بي يو يخلص بحرف الكاي، هذا يعني انه هذا السي بي يو يجي انلوكت ولا تقدروا اوفركلوكيو. وفي بعض الاجيال ممكن تلقاو اتش كي في بلاصة الكاي وعندهم نفس المعنى. ولكن انتل ما يستعملوش غير حرف الكاي في اواخر التسمية تاعهم، بل يستعملوا بزاف حروف واحد اخرين باش يرمزوا للعديد من المزايا المختلفة في السي بي يو تاعهم واللي حنهضروا عليهم دوكا. مثلا كاين سي بي يوز للموديل نمبر تاعهم يخلص بحرف اليو، وهذا يرمز للالترا لو باور كونسامشن ولا استعمال طاقة صغير، استعمال طاقة قليل. وهذه نلقاوها غير في الموبايل سي بي يوز يعني اللي في اللابتوب، لانه في اللابتوب يركزوا بزاف على ضمان استمرارية البطارية اللي فيهم لاطول مدة ممكن، ولهذا لازم سي بي يوز اللي ما يستهلكوش بزاف طاقة كهربائية اولترا لو باور كونسامشن. وكاين ايضا سي بي يوز اللي يخلصوا بحرف الواي، وهذو نفس الشيء كيما اليو ولكن يحافظوا على الطاقه الكهربائيه بنسبه اكبر، يعني استهلاك طاقتهم حيكون اقل من السي بي يوز اللي يخلصوا باليو. ولكن في نفس الوقت لازم ديروا في حسابكم انه البيرفورمانس تاع هاد السي بي يوز حتكون اقل من السي بي يوز العاديين، وهذو نلقاهم في معظم الاحيان في الثين اند لايت لابتوبس اللي ما يقدروش يديروا فيهم بطاريات كبار. السي بي يوز اللي نلقاو فيهم حرف الاتش من الاخر هما سي بي يوز فيهم هاي بيرفورمانس جرافيكس ولا جي بي يو داخلي، واللي ما نسميش بالضبط هاي بيرفورمانس ولا قوي مقارنه مع الاي بي يوز الجباره تاع اي ام دي، ولكن هما حبوا يسموه هكذا. اما حرف الكيو اللي نلقاوه في سي بي يو تاع انتل فهذا دائما يرمز الى انه هذا السي بي يو فيه كواد كور ولا اربعه انويه. اما من ناحيه اخرى فالسي بي يوز اللي تلقاهم حرفي الاتش والكيو في نفس الوقت يعني اتش كيو، مثلا كيما الاي 5 7300 كيو، فهذا يعني انه هذا السي بي يو يجي كواد كور يعني 4 كورز وفي نفس الوقت فيه هاي بيرفورمانس جرافيكس. الانتل سي بي يوز اللي الاسم تاعهم يخلص بحرف الجي هما سي بي يوز فيهم جي بي يو داخلي وبالضبط من تصنيع اكبر منافس لانتل،
AMD وهما Radeon Graphics. متأمنش انك تلقى CPU تاع انتل فيه الداخل Graphics تاع AMD، ولكن هما جامي يستعرفوا بهذا الكولاب اللي بيناتهم. دايما يصنفوا Radeon على انها شركة وحدها غير تابعة ل AMD. كما على بالنا كاين بزاف CPUs من عند انتل اللي ما فيهم حتى كارت شاشة داخلي، يعني لازم لهم كارت شاشة خارجي باش يمشي ولا يخرجوا لك البوست، يعني باش يشيو لك في البي سي تاعك. وهذا CPUs في الاجيال القديمة كانوا يرمزوا لهم بحرف ال B، اما في الاجيال الجديدة فهو لو يرمزوا لهم بحرف ال F. كما مثلا CPU اللي معروف بزاف في الجزائر واللي هو الـ i5-9600F. يعني كي تشوف انتل CPU فيه حرف الـ F اعرف بلي هذاك CPU ما فيش انترنال جرافيكس، ثم لازم له GPU خارجي. بديتوا تستوعبوا شوية انماط التسمية تاع انتل؟ حرف الـ A نلقاوه في CPU تاع انتل اللي يجو كومباتيبل مع نوع محدد من الرام واللي هي الـ ECC Memory ولا الـ Error Correcting Code Memory. وهذا الرام سبيسيال لانه تلقاوها بزاف في السيرفرز وتجي شويه غاليه على الرام العاديه. واذا كنتوا حابين ندير لكم فيديو نشرح لكم فيها الفرق بين الرام العاديه والاي سي سي ميموري قولوا لي تحت في الكومنتس. اما حرف البي فنلقاوها في الانتل سي بي يوز يجوا شويه ضعاف، نلقاهم في البري بيلدز وفي الاول ان وان بي سي ذات اللي يجوا فيهم ايكرون بي سي كلش اول ان وان، وهذو معالجات لا ينصح بها لانه كما قلت لكم يجوا ضعاف. واخر سي بي يوز حنهضروا عليهم اليوم واللي هما سي بي يوز جايين اكزاكت اوبوزيت تاع سي بي يوز اللي فيهم حرف البي اللي قلنا عليهم ضعاف، واللي هما الـ XE CPUs ولا الـ Extreme Edition CPUs، واللي يتمثلوا عموما في أقوى CPUs صنعهم إنتل من كل النواحي، من ناحية الكورز، من ناحية الفريكونسي، كل. يعني إذا حاب تشري The Best of the Best من عند إنتل، ما عليك غير بـ CPU Extreme Edition، والاسم تاعو يعني يوحي بالقوة تاعو. ولكن أيضا ما تنساوش أنه كاع الـ Performance هذي تاع الـ Extreme Edition تجي بالسعر تاعها. اذا هذو هما عموما الاحرف الغامضه لتسميه انتل الشنيعه على السي بي يو تاعهم، وهذو هما للناس عموما يواجهوا صعوبات في فهمهم. اذا كنتوا حابين تعاودوا تراجعوا كاع المعلومات اللي هضرت عليهم راني نخلي لكم تحت في الديسكريبشن لينك تاع واحد لاباج تلقاوها في الموقع تاع انتل واللي فيها ايضا كاع الشروحات تاع التسميه تاعهم. مزيان اللي فهموا بلي التسميه تاعهم غريبه وداروا لنا الشرح هذا. ان شاء الله تكونوا تعلمتوا حاجه جديده وعجبتكم الفيديو، وما تنساوناش بلايك وسبسكرايب اذا عجبكم المحتوى، ونشوفكم ان شاء الله in the next one. سلام.